ولكن كرش مدير بيورط موظفه بخصم جزء كبير من مرتبها. في يعني خليني احكي لكم القصه من الاول، ان في احد الموظفات اسمها او واحده من الموظفين يعني اسمها مريم حلمي، نشرت على صفحتها على الفيسبوك فيديو كان بيظهر فيها المدير بتاعها من وجهه نظر الشركه بشكل غير لائق شويه. وبعد كده قامت منزله الصوره بتاعه الخطاب اللي جالها بتاع الخصم واللي كانوا بيقولوا لها فيه بالظبط كده: عزيزتي مريم حلمي، تحيه طيبه، وبعد نود ان نبلغك بانه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من مرتبك هذا الشهر. ده ليه بقى؟ وياتي هذا القرار نتيجه تصويرك لفيديو يظهر بطن السيد رئيس مجلس الاداره بصوره ممتلئه او منتفخه. يعني المرتب بيضيع. ويا عيني برضه استغربت، بتقول انا دلوقتي الواحد طب بيتخصم ان هو مثلا مقصر في شغله، جه متاخر، انا اول مره اعرف حد بيتخصم له بسبب صوره او بسبب فيديو هو عمله وما كانش يقصد بيه حاجه. فهي عيني البنت مستغربه. فالناس كلها طبعا قعدت تتريق وتقعد تضحك على الموضوع، طب ازاي ومش عارف، طب البنت ما عملتش حاجه، طب هي صورت فيديو عادي جدا ما كانش قصدها بيه ولا غرضها بيه اي حاجه خالص. فهو الموضوع كان غريب شويه وخلى الناس كلها تستغرب. رقم زي ده رقم كبير، اه طبعا 500 جنيه، يعني هي بتقبض كام عشان نخصم منها الرقم ده؟ فالناس طبعا كلها قعدت يعني تقول يعني ازاي وموضوع زي ده ما يصحش، لان انت اصلا ممكن تكوني عملت حاجه يعني مش غرضك بيها حاجه وحشه، ولكن هو بيقولوا ان السيد رئيس مجلس الاداره اتضايق جدا من صورته في الفيديو وكان شايفها ان هي مش لائقه بالنسبه له وما عجبتوش، فعشان كده خدوا القرار ده. بس اللي كان مخلي الناس بقى تتكلم اكتر ان البنت كان موجود في الخطاب، دي اول مشكله تعملها، بنت ملتزمه جدا كل حاجه في الشغل البنت بتعملها كويس قوي، دي اول غلطه ليها. فتخلي من اول غلطه يعني طبعا مش غلطه، يعني ممكن تكون حاجه عاديه، ممكن مثلا نقول لها طب يعني خلي بالك بعد كده لما تصور الفيديو. انما ان الناس شافت الخصم ده الرقم الكبير ده على فيديو الناس شافته عادي، فمشكله كبيره يا جماعه للاسف الناس بتعاني من هذه الحاجات. هي عامه البنت خدت الموضوع بهزار وضحك، بس احنا لو اعلم ممكن يكون البنت بينها وبين نفسها متضايقه بقى ولا زعلانه ولا ايه، فهي خدت الموضوع شويه بهزار عشان ما تتضايقش. ايوه لان حاجه زي دي بصراحه غريبه جدا غريبه جدا. انت عارف انا ايه اللي بيضحكني قوي عامه؟ يعني انه طريقه الموظفين بيتعاملوا بيها مع مديرينهم دايما بتضحكني. يعني في ناس مثلا على طول على طول بيطبلوا المدير، اي حاجه المدير يقول عليها يقوموا يسقفوا له بالظبط، او مدير راح مديري جه مديرتي راحت مديرتي جت، في ناس كتير بتعمل كده. ايوه مش عارف انا الناس دي في ايه بجد، يعني مش عارف فعلا يا جماعه. هو المدير ده عادي، شخص عادي جدا زينا، اه طبعا البوزيشن بتاعه بيسمح له ان احنا في الشغل في حاجات معينه في ليميتس ما بيننا، ولكن مش للدرجات بقى لو مديرتي وبتاع، ما ينفعش يا جماعه. ليه كده يعني؟ المفروض يكون في يعني اه ده في الاول في اخر ده مديرنا، بس ليه كده؟ فعايز اقول لك على فكره ان ده برضو بيخلي الناس تستغرب اكتر، اللي هو يعني هي البنت اكيد ما كانتش قصدك انت، وبعدين معلش يعني في الاول في الاخر ده صورتك انت، يعني هي ما حطتش مثلا ايفكتس او قعدت تتريق ما بطنك انت يا ابني حضرتك، يعني ده حاجه ليك انت. هو ممكن اه ممكن تتضايق منها، فاحنا ممكن نتكلم بشكل ودي شويه اقول لك والله بص انا بصراحه يعني ما كانش الطف حاجه، فممكن تخلي بالك بعد كده. انما قوم جاي مره واحده قوم خصمها، يعني مش هينفع. ايوه وبعدين كمان دي حاجه مش في الشغل يعني، فاه هو كان في الشغل تمام، بس قصدي ان هو يعني مش حاجه في الشغل اقدر ان انا اعاقبك بيها. فالسبب كان مضحك جدا بالنسبه للناس، يعني تخيل انت فيديو انت عملتيه فهتخصم لي 3500 جنيه. وعايز اقول لك ده برضو كان في اخبار قبل كده كانت بتطلع ان في ناس اصلا ما كانتش بتتقبل في الانترفيوز بسبب بوستس بيعملوها على الفيسبوك، واحد مثلا بيهزر كتير، واحد بينتقد كتير، واحد مش عارف بيعمل ايه كتير. فتخيل موضوع السوشيال ميديا دلوقتي بقى جزء كبير قوي من موضوع الهايرنج بالنسبه للناس. انا هشوف انت بتعمل ايه، كميه الستوريز اللي الناس بتحكيها عايز اقول لك مش طبيعيه والله. كل الناس قعدت تقول على فكره انا مره مش عارف حصل لي كذا، واحده تقول لك انا مش عارف مره كتبت كذا فمديري بيقول لي ما ينفعش انك تكتب. انا متاكده ان البنت دي اكيد دلوقتي عندها تروما، يعني هتخاف ان هي تمسك التليفون في الشغل مثلا، هتكتب اي حاجه انا خلاص كهربت. لا هتخاف جدا بعد كده طبعا. فاللي هو ليه يا جماعه، هو دي حاجه وده حاجه ثانيه. طالما البنت ما عملتش حاجه تسيء للشغل او تسيء للراجل، يعني احنا زي ما قلنا ده صورته هو، يعني دي حاجه مش عيب. ممكن اه يكون اتضايق منها مثلا شويه، بس ممكن اقولها بشكل ودي بس مش خصم يعني من البنت كده. فالله يكون في عونها طبعا وربنا يعوضك ان شاء الله، خصوصا ان هي يعني المفروض من الخطاب ان هي بنت شاطره وبنت كويسه واول غلطه ليها واول أيوة. حاجه تعملها غلط. يعني تخيل عمر مثلا بيقول لنا 3500 جنيه خصم في شويه دهون. كتير قوي الاسعار ولعت، يعني ليه كده يا جماعه؟ فيعني ان شاء الله بس يعني نحاول نخلي الناس شويه تاخد بالها من الحاجات دي، ان هي ممكن تكون سنسيتيف بالنسبه للناس.
فده برضو بيخلي الناس شويه ان هي تكون اوير باي حاجه بتعملها، لان مش كل الناس برضو اللي معاك ممكن يفهموا قصدك او يعدوا الموضوع بالنسبه لهم، ممكن يكون حاجه تضايقهم. عشان كده ده في الشغل يعني بيخلي معظم الناس تقعد ما تتكلمش، ساكته كده في حالها هاديه، زي طبعا الناس احنا عارفينهم. فاللي هو يعني مش عارف والله بصراحه، الموضوع زي ده غريب، اخبار زي دي بتخلي الواحد يفكر ويقول طب يعني ليه